فايل نروح لكريم احمد في برج العرب ونعرف منه اخر الاخبار. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك في البدايه، وتحياتي والشكر ايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني بتهيألي كريم بعد ملعب الاهلي والسلام، ملعب برج العرب يمكن هو ثاني اكتر ملعب شهد لقاءات للنادي الاهلي، وبالتالي الاجواء مش جديده ومش غريبه على اللاعبين، واعتقد انه حتى مستر ريكاردو سواريش خلاص اتعود على المكان وتعود على الملعب هناك. تطمنا كده على استعدادات الاهلي وتحضيراته لمواجهه واحده من مباريات القمه، حتى وان كان في فوارق كبيره في الارقام على مستوى المنافسه الموسم ده، لكن تبقى مواجهه الاهلي والاسماعيلي واحده من مباريات القمه في الكره المصريه. يعني بالتاكيد طبعا زميلي احمد، هي فرصه مهمه جدا لاستكشاف اللاعبين وتقييمهم فيما تبقى من مباراه بطوله الدوري العام. خلاص احنا داخلين على النهايه، هي مرحله تقييم شباب النادي الاهلي النهارده في مهمه صعبه جدا امام الاسماعيلي، بعيدا عن الترتيب وبعيدا عن اخر مباراه اللي يمكن الحقيقه النادي الاسماعيلي يمكن تاثر بشكل كبير جدا بالهزيمه، لكن هنشوف النهارده اختلاف كبير، هنشوف الشراسه والالتحامات والقوه امام النادي الاهلي. الامر ده خلاص يعني اعتدنا عليه، عشان كده بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا، بنطالبهم بالتركيز بالاصرار، لان هي مرحله مهمه جدا. الكل النهارده عارف قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، وهذه المرحله الحساسه، ده الحقيقه الكل بيتكلم على هذا الامر. الكابتن سيد الكابتن سامي بيحفز كل اللاعبين الشباب الحقيقه عندهم دور كبير جدا، ظهروا باداء مميز. يمكن انا ذكرت، يمكن تعرف زميلي احمد، الايجابيات عديده وكبيره جدا بعيدا عن التقييم. الناس بتحاول تقلل بشكل كبير جدا من الايجابيات في هذه المرحله، يعني اتكلمنا على علي لطفي وعلى زياد واحمد سيد غريب وعلى عدد كبير جدا من اللعيبه ظهرت في وقت قليل جدا وفي مرحله مهمه. عشان كده بنقول بنحيي لعيبه النادي الاهلي الشباب تحديدا على تحملهم المسؤوليه، على اصرارهم اللي بنشوفه. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بنشوف اهداف بتضيع، بنشوف تمركزات، عندنا اخطاء اكيد الجهاز الفني بيشتغل عليها بشكل كبير، لكن عايزين ندي حق اللعيبه الحقيقه لشباب النادي الاهلي على مجهودهم الكبير خلال المرحله الماضيه، وبنطالبهم كمان للمرحله القادمه. سوق نفسك بشكل كبير، اظهر بشكل مميز جدا، وسيب التوفيق على ربنا سبحانه وتعالى، لكن طول ما انت بتجتهد ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون معاك. احنا بالتاكيد طبعا زميلي احمد انت عارف متواجدين هنا في الاسكندريه مقر للنادي الاهلي كالعاده قبل المباراه ب 24 ساعه، معسكر هنا النادي الاهلي. اختتم مستر ريكاردو للتدريبات الاخيره، الراجل طبعا بيحاول على قد ما يقدر في ظل هذا الضغط الكبير يصلح بعض الاخطاء، يعمل حاجات بسيطه جدا، لكن في نفس الوقت احنا خلاص عرفنا الامر، خلاص المشهد بقى واضح للجميع. صعب ان انت تتكلم على تحضير، على تكتيك، على امور الا بشكل بسيط جدا. فان شاء الله النهارده العناصر اللي دخلت الحقيقه قائمه فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم بنتمنى ان احنا نشوفها، بنتمنى نشوف كل اللاعبين اللي وافدين الحقيقه. يعني علي واحد من اللعيبه طبعا مميزه جدا، الشرقيه ايضا كمان، محمد نصير، علي عمرو، طبعا عدد من اللعيبه كبير جدا بجانب المجموعه اللي متواجده معانا، محتاجين نشوفهم النهارده. غياباتنا عندنا غيابات، فعشان كده النهارده محتاجين نشوف اي لعيب حتى لو في مكان مش مكانه اجتهد بشكل كبير جدا. التعليمات اللي بيقولها طبعا مستر ريكاردو لابد تنفذ بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله الامور تكون معانا ارضيه الملعب. كل الامور دي يمكن مستر ريكاردو اثنى بالحقيقه بشكل كبير جدا على ارضيه استاد برج العرب، عملوا مجهود كبير جدا في الفتره اللي فاتت، فمفيش حجه بالنسبه للارض على قد ما هي. ان شاء الله باذن الله نقدر لعيبتنا بالاصرار الكبير وبالتحفيز الكبير من جمهور النادي الاهلي الواعد الداعم المساند اللي دوره كبير جدا المرحله القادمه، اللي بيحافظ على رموز للنادي الاهلي وبيبان كل الامور دي في المدرجات في الهتافات. طمانينه واصله لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا من خلال الهتافات، المباريات اللي كانت هنا في برج العرب جمهور النادي الاهلي ادى رساله كبيره جدا، ورسالته المعتاده تحفيز وتشجيع لكل لعيبه النادي الاهلي والمطالبه بالقادم. الموسم ده ان شاء الله باذن الله ينتهي بما فيه وبما عليه، املنا كبير الاخطاء تصحح الفتره القادمه ونبدا موسم جديد. والموسم القادم يعني بالاحساس وبالشكل العام وبالكل الترتيبات اللي بتحصل، الموسم القادم هيكون موسم ان شاء الله باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي في كل البطولات وليس في بطوله الدوري العام فقط. ان شاء الله. خليني اسالك على اسمين بالتحديد، يعني كنت بقول في ماتش النهارده انا مستني الحقيقه يمكن اسمين كان في كلام عليهم كتير الفتره الاخيره. رأفت خليل واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي، تألق بشكل كبير جدا في بطوله العرب، ومحمد حمدي يمكن انت بتتابعهم او بتشوفهم في التمرين، مش عارف النهارده ممكن نشوفهم في يعني يشاركوا في المباراه سواء كاساسيين او مستر ريكاردو سواريش يديهم جزء مباراه، لكن من خلال متابعتك شايف الاسمين دول ازاي يا كريم؟ الحقيقه زميلي احمد يعني الشباب تحديدا ويمكن الاسمين اللي ذكرتهم بيادوا اداء في التدريبات مميز جدا الحقيقه، يعني كل الشباب اللي متواجدين وتحديدا رأفت وحمدي وايضا كمان نصير اللي بيشارك النهارده، مصطفى شوبير كمان من الواضح ومن الوارد يكون له دور النهارده في حراسه المرمى. المجهود بيبذل في خلال المباريات يعني في التدريبات بسيط، لان انت عارف زميلي احمد بقول لك ريكفري يوم وحيد، ما تقدرش تشوف اللعيبه بشكل كبير جدا، عندهم طبعا الشغف والرغبه ان هم يكونوا متواجدين، لكن الامر صعب شويه. الراجل بيحاول ان هو يشوف مين الاجهز، مين
اللي فريش في نقطه الكوره، مين اللي فايق بيحاول ان هو يديله حتى لو في مكان مش مكانه. لكن عندنا امل كبير في ظل الغيابات دي نشوف عدد من اللعيبه تظهر النهارده، رأفت ياخد، نصير، شرقيه، كل اللعيبه دي النهارده تاخد. لكن اللاعبين الحقيقه اللي انت ذكرتهم زميل احمد لاعبين مميزين جدا، لكن هي فرصه، اي لعيب بيحصل على فرصه في هذا التوقيت يعني بيبذل قصارى جهده في هذا الوقت، لان الوقت كان مهم جدا، مرحله مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله المتواجد ال11 المتواجدين الاختيارات ايضا كمان من على دكه البدلاء على مدار ال90 دقيقه تكون موفقه، واللي ينزل يكون عنده الاصرار الكبير والرغبه الكبيره جدا والحفاظ على قيمه النادي الاهلي. ده الامر المهم وده اللي احنا بنطلبه من شباب النادي الاهلي، حافظ على اسم النادي الاهلي، ابذل ما عندك وان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. وحافظ على الفرصه واستغلها على قد ما تقدر، لانها فرصه ما بتجيش كتير او ما بتتكررش كتير. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي النهارده وللجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، وكل الشكر طبعا لزميلنا العزيز كريم احمد من معسكر الفريق في برج العرب.